حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال نعم حجي عنها ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء